سعد اليوم بتنظيم الملتقى الوطني وهو الطبعة الرابعة الموسوم بتيبازا تاريخ وآثار. هذه الطبعة الرابعة من هذا الملتقى تحت عنوان الموروث الثقافي والاجتماعي بتيبازا وأحوازها عبر العصور. في هذا الملتقى حاولنا أن نخرج بعض من تاريخ المنطقة من خلال مشاركات أساتذة وحتى مشاركات طلبتنا بمحاضرات وبمعرض لعرض التحف التقليدية والألبسة والأكلات وما شابه ذلك. تسخر مدينة تيبازا بكم هائل من التراث الثقافي المادي والمادي من بلدية الدواودة إلى بلدية الداموس ليشهد تنوعا هائلا في التراث الثقافي، خاصة وأن مدينة تيبازا تحتوي على تراث مصنف كتراث عالمي للإنسانية، إضافة إلى تراث مصنف كتراث وطني. إضافة إلى هذا وأهم شيء أن هذا الملتقى جاء تزامنا واليوم العالمي للغة العربية من أجل إبراز الهوية الثقافية والهوية التاريخية للمجتمع الجزائري. فخورة اليوم رفقة زملائي بمشاركتي في هذا الملتقى الوطني حول الموروث الثقافي الاجتماعي، أين قمنا بعرض بعض المأكولات التقليدية لولاية تيبازا وأحوازها عبر التاريخ من أجل النقل والمحافظة على هذه العادات والتقاليد إلى الأجيال الصاعدة.